أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. من صحيفة المدى: مجلس النواب يتكتم على امتيازات ومخصصات منحت لأعضائه. ومن الزمان: كردستان، اتفاق إدارة المطارات والمنافذ والموارد في مرحلته الأخيرة. ومن القدس العربي: سكان من الموصل يرفضون زيارات النواب لشراء الأصوات في الانتخابات المقبلة. ومن صحيفة العربي الجديد: قوة النظام تحول شطر الغوطة نصفين ودعوات إلى النفير العام. من صحيفة الشرق الأوسط: مجلس الأمن يفشل في فرض هدنة الغوطة الشرقية. ولدينا من الخليج الإماراتية: الاحتلال الصهيوني يعتقل 10 فلسطينيين بالضفة ويتوغل في غزة. وأخيرا ضمن العناوين: من العرب اللندنية: إيران تتحدى التحذيرات الأمريكية وتعلن مضاعفة صواريخها. أهلا بكم. صار حضور القوات الأمريكية مفردة من مفردات المزاد السياسي المفتوح على مفاجآت الانتخابات المقبلة. هناك من أفصح عن نيته رفع السلاح لمقاومة قوات الاحتلال الأمريكي، وهو انتباه متأخر من قبل ميليشيات تدين بوجودها في العراق للاحتلال الذي تنوي مقاومتها. أما مجلس النواب الذي يعيش أيامه الأخيرة فقد رفض ما كان موافقا عليه في أيامه الأولى. فاروق يوسف يرى في صحيفة العرب اللندنية أن كل هذه التصريحات لن تغطي تقاسم المصالح بين واشنطن وطهران في العراق. لقد اكتشف النواب أن وجود القوات الأجنبية يمس بالسيادة الوطنية، فقرروا أن يطالبوا الحكومة بإنهائه. أما الحكومة فإنها ليست في حاجة إلى أن تقف حائرة بين طرفين لا خصومة بينهما، فهي إضافة إلى أنها تعرف كل شيء، ما خفي من المسألة وما ظهر، فإنها تدرك أن خصومها يلعبون في الوقت الضائع بل خارج الملعب. أنصار إيران في الميليشيات وفي مجلس النواب يطالبون برحيل القوات الأمريكية فيما تلتزم إيران جانب الصمت. ليس سراً أن إيران تعيش أزمة مزمنة مع الولايات المتحدة، وفي المقابل ليس سراً أيضاً أن كل ما يجري في العراق ومنذ سنوات طويلة إنما هو محصلة اتفاق أمريكي إيراني. إيران موجودة في العراق بموافقة أمريكية، فهل تحتاج الولايات المتحدة إلى موافقة إيرانية من أجل الإبقاء على قوتها في العراق؟ فهل علينا أن نصدق أن الأطراف التي تدعو إلى رحيل القوات الأمريكية لم تطلع على ذلك الاتفاق ولم تره مجسدا على الأرض؟ هناك الكثير من الكذب الذي يقال في العراق، كذب يكشف عن امتهان أصحابه لكرامة العراقيين من خلال إيهامهم بوجود مبدأ السيادة الوطنية. الكاتب يقول إن تلك الميليشيات تنصب أو تناصب الحضور العسكري الأمريكي العداء علناً، فإنها في السر تخدمه لأنها تضع نفسها في خدمة المشروع الإيراني الذي هو بمثابة الجزء المكمل لمشروع الاحتلال الأمريكي. لذلك صار ضرورياً أن يعي الشعب العراقي أنه قد وقع ضحية لعبة يديرها أفاقون لا شأن لهم سوى تمرير الوقت أجل سرقة المزيد من ثروته. في سياق الحديث الفاقد للبوصلة عن ترتيبات مرحلة ما بعد تنظيم داعش وفي إطار الصخب العالمي حول خرافة المصالحة الوطنية، هناك إرادة حقيقية لتكريس السياسات المنهجية للانتقام والكراهية. يحيى الكبيسي يرى في صحيفة القدس العربي أن قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق يكشف أن الذهنية الثأرية التي تتبناها الطبقة السياسية العراقية لم تتغير، مع
بعد أكثر من 15 عاماً من تبوئها للحكم. كالعادة لا يمكن أن يصدر قانون في العراق من دون مفارقة ما، فقد نص القانون على أنه في حالة تنفيذ أحكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون أو تمليكه بموجب قانون فيقتصر الاعتراض على التعويض النقدي بالنسبة للمالك الأصلي، أما بالنسبة للدولة فقد عد القانون كافة التصرفات على العقارات التي تمت مصادرتها والتي ألحقت بالدولة غبنا فاحشا غير نافذة، وتعاد الحال إلى ما قبل تلك التصرفات، أي أن القانون يلغي أي تصرف بالعقارات المصادرة ولكنه لا يعيدها إلى أصحابها، وهذه المواد تكرس منهجية التمييز لأسباب سياسية لدى المشرع العراقي، أي أن المشرع العراقي يعترف بمواطنين من الدرجة الأولى ممن صدرت أموالهم قبل 2003 يجب أن تعاد لهم عقاراتهم المصادرة أو المحجوزة إذا كانت ما زالت بحوزة الدولة، أو أن يكون لهم خيار استعادة أملاكهم أو التعويض عنها في حالة التصرف بتلك العقارات. في الوقت نفسه يعترف المشرع بوجود مواطنين من الدرجة الثانية ممن صدرت أموالهم بعد 2003، وهؤلاء ليس من حقهم سوى الحصول على التعويض النقدي، على الرغم من أن جميع تلك العقارات المصادرة عادت للدولة بموجب القانون نفسه. يشير الكاتب إلى أن هذا القانون يستعيد الممارسات نفسها التي كان يعتمدها النظام السابق فيما يتعلق بمصادرة وحجز ممتلكات خصومه. فتبعا لأرقام وزارة المالية، فقد بلغ عدد الأشخاص المصادرة أموالهم بين عام 1979 وحتى عام 2003 أكثر من 33 ألف شخص، وهو رقم يقل عمليا عن رقم الأشخاص المصادرة أو المحجوزة أموالهم بين عامي 2003 و2018، أي خلال 15 عاما. فارق السنوات الثمان سيعطي للنظام الديمقراطي الحالي فرصة كبيرة للفوز بجدارة في سباق الكراهية والانتقام كما يقول الكاتب. أما علي حسين فيقول في صحيفة المدى: إن الواقع الذي نعيش فيه اليوم أغرب من السحر والخيال معا، وما هو أغرب من أن يصر إبراهيم الجعفري على ترشيح الصفاء الصافي المتهم بقضايا فساد مالي وتلاعب بأموال الدولة أيام كان وزيرا للتجارة بالوكالة وبعدها وزيرا للمالية بالوكالة أيضا لمنصب الأمين العام المساعد للجامعات العربية. في الوزارتين تمكن الصافي من لفلفة بعض الملايين بالعملة الدولارية، فمن صفقة الشاي الذي كان يحتوي على مواد مسرطنة إلى ضياع مبلغ 2,700,000,000 دولار لا يعرف أحد أين صرفت. في مقابل هذا الإنجاز التاريخي خرجت علينا لجنة المساءلة والثأر والعدالة بقرار قرقوشي حجزت بموجبه مصادرة أملاك قائد شرطة الأنبار الأسبق اللواء أحمد صداق الدليني. لماذا يا سادة؟ لأنه ضمن قوائم الهيئة. وماذا بعد؟ يجيبنا الناطق الرسمي لهذه الهيئة العجيبة: إنه القانون. وماذا عن الصافي؟ ستجيب النزاهة بالتأكيد: أمامكم الحائط فاضربوا رؤوسكم. منذ سنين ونحن نعيش مسرحية قانون الاجتثاث الذي عدل إلى قانون المساءلة والعدالة، ثم أعيد إلى اسمه القديم، ثم وجدنا من ينادي اعتبار معظم العراقيين من العهد المباد ويجب إبادتهم. اليوم يصر البعض على أن تتعطل كل القوانين وأن يغلق المجلس أبوابه ونوافذه، لأن البعض يريد أن يلعب بورقة قانون المساءلة والعدالة، لأن كثيرين من أعضاء هذه المؤسسة القرقوشية مصرون على أن يعيش الناس على حافة الهوية وأن تظل البلاد فوق بركان يتطاير منه الشر في كل ثانية. الكاتب يقول في ختام مقاله: إن أعضاء لجنة المساءلة والعدالة يعون جيدا أنهم يدخلوننا معهم كل يوم في نفق مظلم حين يسعون إلى حرق كل جسور التوافق والتسامح بين العراقيين. استحوذ مصطلح الصدمة والترويع على مساحات واسعة من الإعلام الموجه للعراق، منه الأمريكي والغربي ومنه العربي أيضا،
وكان الهدف من ذلك إنهاك العراقيين نفسياً قبيل بدء الحرب. وليد الزبيدي يرى في صحيفة الوطن العمانية أن مصطلح الصدمة والترويع فرض هيمنة كبيرة على الأوساط السياسية والبحثية والعسكرية في الولايات المتحدة وفي العراق. وطرق هذا المصطلح إسماع العراقيين في مختلف أرجاء العالم، لكن المستهدف الرئيس من كل ذلك هو الشعب العراقي. وضع العراقيون الأفكار والتصورات والقناعات التي كانت تسيطر عليهم قبل عدة أيام وراء ظهورهم، ولم يعد هناك أي مجال للحديث عن مسألة الاحتمالات في وقوع الحرب من عدمه، وبدأت تنهال على العراقيين مرة واحدة أكداس الحرب النفسية، خاصة ما يتعلق بأنواع الأسلحة المتطورة جدا والكم الهائل من التصريحات التي تم تسريبها عبر وسائل الإعلام التي تتحدث عن حرب خاطفة، لدرجة أن البعض تصور أن الحرب الأمريكية قد تستغرق يوما أو عدة أيام، وهذا ما أوحى به الإعلام الأمريكي. ونستطيع القول إن العراقيين قد فهموا موضوع الصدمة والترويع بصورة غير دقيقة، وأخذوا الصدمة على أساس أنها تمثل حجم الضربة العسكرية الأولى، ولم يستبعد البعض أن تستخدم القوات الأمريكية أسلحة محرمة لتحقيق هدفها في إحداث الصدمة عند العراقيين. لهذا لم تكن الأيام الأولى من الحرب سهلة، ولكي نفهم الصعوبات الحقيقية التي زخرت بها أفكار وتصورات ومشاعر العراقيين، لابد من دراسة تفصيلية لموضوع الصدمة والترويع التي يجب الاعتراف بأنها حققت الكثير من أهدافها، مرتكزة في نجاحها على الذكاء في اختيار المصطلح والترويج له قبل فترة مناسبة من شن الحرب. الكاتب يرى أن الجميع اكتشف لاحقاً أنه بقدر ما نجحت أمريكا في الصدمة والترويع، فإن جيشها قد تعرض لصدمة وترويع عراقية على أيدي المقاومين الذين واصلوا هجماتهم ضد قوات الاحتلال وعلى أوسع نطاق خلال سنوات الاحتلال. لا يسمح هذا العالم المتحضر باستخدام السلاح الكيميائي لقتل السوريين، أما غير ذلك فهو متاح على ما يبدو. على الرغم من أن قتل المدنيين وفي أي سلاح هو جريمة حرب في الأعراف والقوانين الدولية. سميرة المسالمة تقول في صحيفة العرب الجديد إن الموت الصاخب مسموح به، لكن لا يمكن لجمه ومنعه ومحاسبة مستخدمه. أما الموت بالسلاح الكيميائي فممنوع، لأنه سلاح محظور يحرج الصامتين من الدول عن استخدامه ومستخدميه، على الرغم من أن ضحايا كلا الموتين مجرد أرقام في منظمات حقوق الإنسان واجتماعات مجلس الأمن. حرب الإبادة التي مارستها قوى حليفة للنظام روسيا إيران بالشراكة معه تجاه أهالي الغوطة، ما لم تكن بسلاح كيميائي، تغدو بمثابة خلاف في وجهات النظر بين قادة العالم، يمكن التباحث حولها وإطلاق البيانات الصوتية ضدها، لكن لا يمكن إدانتها على الرغم من أنها جرائم حرب، فهي تتم بسلاح تقليدي استخدامه مسموح في ردع الشعوب الطامحة إلى حريتها، وادعاءات محاربة الإرهاب جاهزة، أما السلاح الكيميائي فذاك شأن أخلاقي. يخجل هؤلاء الملتئمون في اجتماعات مجلس الأمن بمحاولتهم تبريره أمام شعوبهم، متجاوزين كل ما يتعلق بالضحايا وأهاليهم. التصريحات الصاخبة المتعاقبة لرؤساء أمريكا وفرنسا وألمانيا عن ضرورة عقاب مستخدمي السلاح الكيميائي في سوريا، إذا ثبت ذلك تضعنا أمام مفترقات طرق جديدة، لكنها سرعان ما تتحول إلى سراب مع اقتران تلك التهديدات بإذاء الشرطية، حيث تصبح مهمتها تمييع الفعل وتفريغ مضمون التهديد الصوتي، ما يفيد بأن ما يحدث للسوريين ليس مرهونا برغبة النظام ومن يسانده فقط، إنما هو صمت يرقى إلى مستوى الشراكة العالمية، ربما في الرغبة بتدمير سوريا وتغيير وجهها الديموغرافي والجغرافي. الكاتبة ترى أن تكرار الحديث من المسؤولين في الأمم المتحدة عن أن السيناريو حلب هو المرشح ليكون واقع الغوطة الشرقية، مع عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوثه،
يضع الأمم المتحدة أمام جملة من التساؤلات هي أشبه بالاتهامات عن دورها وآلية عملها، وكذلك مدى ارتهانها لقوى التدمير التي تجتاح سوريا بديلا عن دورها في حفظ السلام والأمن الدوليين. هي ذاتها لغة الطغاة، وإن اختلفت لهجاتها ليحكي الرئيس حسن روحاني بكل ثقة ممكنة عن أن صواريخ بلاده وأسلحتها مخصصة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن إيران لم تعتد على أحد منذ انتصار ثورتها، ويحكي سيد الكرملين فلاديمير بوتين شيئا أكثر سوريالية من ذلك عندما يقول أن سياسة الأرض المحروقة التي يعتمدها في سوريا إنما هي لمقاتلة الإرهاب وكذلك مثلهما، ويحكي بشار الأسد عن تطهير سوريا وصون سيادتها ويحمي شعبها. علي نون يقول في صحيفة المستقبل اللبنانية أن السياق العام الجامع للأنماط الثلاثة هو اعتماد نزعة احتقارية تطال الحقيقة المرئية ومنظومة القيم الفطرية المكتسبة المتصلة بالأخلاق والسياسة. رئيس إيران بالأمس قال ما قاله من دون أن يتوقف لحظة أمام احتمال أن يذكره أي بشري في طول هذه المنطقة وعرضها وخصوصا الضحايا منهم بيوميات وتفاصيل وترجمات المشروع التنويري الذي تحمله بلاده وتعمل بهديه من اليمين إلى سوريا وما بينهما، أو أن يلفت نظره أحد النبهاء في طهران نفسها إلى أنه وهو رئيس الجمهورية المنتخب يخالف الدستور الإيراني في قوله هذا، ويطمس مواده المباشرة والمواربة وخصوصا المادة 154 التي تنص على وجوب تصدير الثورة وفق المفهوم المتبع من قبل الولي الفقيه تحت عنوان دعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أي نقطة من العالم. وتلك حالة سافرة الوضوح ولا تنقصها إضافات واستطرادات ولا توريات غير مفهومة مثل تلك التي يعتمدها الرئيس روحاني في حديثه عن براءة بلاده من جملة الويلات والنكبات التي سببها مبدأ تصدير الثورة والبحث عن النفوذ والاقتدار في دنيا العرب والمسلمين وعلى حساب العرب والمسلمين وتحت الزعم الجليل بنصرتهم وإعانتهم ورد الضيم العدواني الخارجي والداخلي عنهم. يقول الكاتب إن الغريب في الأمر أن يتولى ذلك الزعم الرئيس الإصلاحي القانط والغاضب من جموح مناوئي خطه في الخط في الداخل السلطوي الإيراني، ويظهر أو يظهر كأنه على الموجة الفكرية ذاتها لبوتين والأسد. أم ترانا نحن الذين نأخذ الأمور بظواهرها ونسيء التفسير ولا ننتبه في الإجمال إلى أن روحاني لا يخاطب ضحايا مشروع بلاده في الجوار العربي والإسلامي، بل يخاطب غيرهم في المنطقة والغرب ويطمئنهم إلى أنهم غير معنيين بصواريخ إيران وأسلحتها. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. عثرت مصورة أسترالية على زجاجة وبداخلها أقدم رسالة على أحد شواطئ غربي أستراليا. وتقول المصورة تونيا إيلمان إنها التقطت الزجاجة أثناء تنزهها على شواطئ الجزيرة، وهي ستضعها كأداة زينة يمكن أن تعرضها في منزلها، لكنها اكتشفت أن الزجاجة بداخلها رسالة باللغة الألمانية ومؤرخة بتاريخ 12 من حزيران عام 1886. وتقول صحيفة الاندبندنت إن القوارب الألمانية اعتادت في المدة بين عام 1864 وحتى 1933 على رمي آلاف الزجاجات في البحر محاولة لتتبع تيارات المحيط، وتحتوي الرسائل عادة على إحداثيات السفينة والتاريخ واسم السفينة،
وتطالب أيضا من يجدها أن يدون متى وأين عثر عليها ويعيدها إلى المصعد البحري الألماني في هامبورغ أو إلى قنصلية ألمانيا القريبة منها. والآن نتابع الكاريكاتير. وفي الختام شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.